أهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رأي. السلطات السودانية قامت باعتقال 21 شخصا من رموز نظام رئيس المعزول عمر البشير. وكالة الأنباء الرسمية قالت أيضا بأن السلطات السودانية أعلنت أيضا بأنها ستواصل اعتقال رموز حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، وهو حزب الرئيس عمر البشير. كما أيضا في آخر التطورات في الأراضي السودانية، وجدنا قوى سودانية تعلن أن هناك محاولات من أجل فض جميع الاعتصامات، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل على حد قول قوى إعلان الحرية والتغيير. عموما أحبائي المشاهدين، حول هذا الموضوع سيدنا ينضم إلينا الناشط السوداني محمد آدم. أهلا بك سيد محمد. أهلا وسهلا أستاذ العدين، مساء الخير ورمضان كريم عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. مساء النور، الله أكرم وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين يا رب. بداية، كيف ترى إعلان قوى الحرية والتغيير بأن هناك محاولات من أجل فض كل الاعتصامات المتواجدة على الأراضي السودانية؟ نعم، هذه هي واحدة من المحاولات العديدة التي باءت بالفشل في فض الاعتصام ومحاولة القبض على بعض الثوار، محاولة جرهم إلى العنف. لكن للأسف قوات الدعم السريع التي جاءت صباح الباكر بالأمس وصباح اليوم محاولة لفض المطاريس ومحاولة الانقضاض على المعتصمين والمتظاهرين في ساحة القيادة العامة لقوات الشعب المسلح، وهم في اليوم الثاني في رمضان وفي درجة حرارة قاربت 50 درجة، أتى جال مدججين بالأسلحة وبالسيارات محاولين فض المطاريس وساحتها من الاتجاه الغرب لميدان القياده العامه، لكن للاسف تصدى لهم الثوار والمعتصمين وحتفوا في وجههم هذه المطاريس عباره عن نبش القبور. اي محاوله لرفع المطاريس ما هو الا عباره عن نبش لمقابر الذين قدموا ارواحهم لهذه الثوره المجيده، فبالتالي تم هزيمتهم وتم دهرهم، والان الثوار عاكفون في المتاريس وهم مصممين على أن هذه المتاريس لم تحرك من أماكنها إلا ويتم قتلهم جميعا، وبالتالي عاد القوات الدعم السريع إلى أدراجها، والآن المتاريس في سلام واستوار مغتصمين وباقين في أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلح. ولكن المجلس العسكري الانتقالي كان قد دعا جميع القوى السياسية للحوار، ومع ذلك حتى الآن لم نجد صيغة يتوافق عليها الجميع من أجل إدارة المرحلة الانتقالية بالبلاد، فكيف تابعت هذا الأمر؟ نعم، المجلس العسكري منذ سقوط النظام القديم ينادي بالحوار وبالنقاش وبالتفاوض، لكن للأسف كل هذه عبارة عن مضيئة للوقت ومحاولة المراوغة. المجلس العسكري أستاذ علاء ما زال يراوغ حتى هذه اللحظة من أجل كسب الزمن، هو لا يريد أن نقل السلطة إلى حكومة مدنية تفضي إلى سلام واستقرار في السودان. المجلس العسكري ما هو إلا عبارة عن نسخة مكررة من نظام المؤتمر الوطني، وهم إنقاذ رقم 2، فبالتالي هم يريدون أن يستفيدوا من الوقت وأن يريدوا أن يجروا المتظاهرين إلى عنف وعنف مضاد، فبالتالي يتم التدخل من قوات الدعم السريع ويتم فض الاعتصامات. لكن هيهات، كل هذه المحاولات باءت بالفشل، وكل الحوارات التي تم نقاشها في الفترة الماضية كانت هي عبارة عن مضيئة للوقت، والآن خرج لنا إعلان الحرية والتغيير بتجمع المهنيين ببيان واضح أن لا حوار ولا نقاش مجددا مع هؤلاء القتلة الذين هم يمثلون امتداد طبيعي لنظام البشير. هذا المجلس الذي رأسه ابن أوف ما هو إلا نسخة مكررة من نظام عمر البشير، فبالتالي أي حوار مع هذا المجلس العسكري يعتبر مضيعة للوقت وتضييق لحقوق المتظاهرين وتضييق لدم الشهداء، بالتالي الآن يجب أن يتم تصعيد الحراك بأكبر قدر ممكن حتى يتم نقل السلطة إلى حكومة مدنية، لأن هذا المجلس غير جاد في تسليم السلطة وهو ظل يراوغ منذ أن سقط البشير وحتى هذه اللحظة. قبل قليل في مؤتمرهم الصحفي يتحدثون عن الشريعة وعن المتاريس ويتحدثون عن حفظ الأمن والاستقرار وإلى ذلك،
كل هذه يعتبر مضيعة للوقت من أجل تمكين النظام السابق بوجوه جديدة متمثلة في البرهان وهذا الحمدي. ولكننا وجدنا السلطات السودانية تقول بأنها اعتقلت 21 شخصا من رموز نظام رئيس المعزول عمر البشير، فهل هذا الأمر يدلل على أن هناك نية جادة في الإطاحة بكل رموز نظام البشير من الحكم؟ ليس صحيحا. المجلس العسكري لا يستطيع أن يقبض الذين ارتكبوا الجرائم في حق الشعب السوداني. المجلس العسكري لا يستطيع أن يقبض مدير جهاز الأمن صلاح كوش الذي أشرف وأمر القوات الأمن بقتل المتظاهرين في ديسمبر وفي سبتمبر. الآن هذا صلاح كوش حرا طليقا في منزله ولم يتم إلقاء القبض عليه. زد على ذلك رموز النظام هم الآن طلقاء ويسافرون عبر مطار الخرطوم ويعودون إلى البلاد من غير مساعدة، والدليل على ذلك تم محاصرة أكثر من شخص من رموز النظام في مطار الخرطوم وهم يعدون العدة للخروج من السودان والعودة مجددا وإلى آخره. فبالتالي نحن لا نصدق كلام المجلس العسكري مجددا، ورموز النظام الذين يجب أن يكونوا الآن عند القبضة الأمنية ويكونوا في السجون وفي المعتقلات هم للأسف الشديد الآن طلقاء ويمارسون حياتهم الطبيعية. فلذلك نحن لن تخضعنا هذا المجلس العسكري مجددا، ولن نصدق ما يدور في أروقة المجلس العسكري مجددا. هم لا يمكن أن يدخلوا النظام السابق، رموز النظام السابق، لأنهم هم جزء من النظام السابق. فبالتالي لا يمكن أن يتم اعتقال واحد من هؤلاء، وكل الذي يدور الآن سواء كان في المؤتمرات الصحفية ولو سواء كان في أروقة المجلس العسكري ما هو إلا عبارة عن تخدير للمعتصمين، وهو عبارة عن زر الرماد في العيون ومن ثم محاولة تخبيش المشهد السياسي السوداني. صحيح هنالك بعض الاعتقالات لبعض الرموز، لكن الرموز الكبار الذين قتلوا الشعب السوداني وسرقوا أموال البلد ونهبوا أموال البلد هم الآن طلقاء ويستمتعون بحياتهم الطبيعية. ولا ندري الآن إذا المجلس العسكري جاد في أن يرنا واحد من الذين تم اعتقالهم فيجب أن يفتح سجن كوبر ليزور الناس هؤلاء المعتقلين، ويجب أن نرى مشاهد حقيقية مصورة بالفيديو حتى نتأكد من أن هؤلاء هم في سجن كوبر الآن وليس غدا. ولكن المجلس العسكري الانتقالي قال إذا ما اتفقت جميع القوى السودانية على رؤية معينة فإنه سيستجيب لها وسيرحل فورا وسيترك الحكم لها، فكيف تبعت هذا الأمر؟ ولماذا لا تتفق كل القوى السودانية على رؤية موحدة؟ كلام المجلس العسكري للأسف أستاذ علاء هو عبارة عن مضيعة للوقت، وللأسف هو عبارة عن يعني مزيد من التمكين، وهو عبارة عن إزاحة المشهد السياسي الحقيقي من السودان ومحاولة القناع واللعب بعقول المتظاهرين. هو قال أنه يسلم السلطة في أقرب وقت، والآن نحن ندخل في الشهر الثاني من الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة ولم نرى شيئا عمليا. المجلس العسكري يتحدث فقط لكنه لا يمكن أن يقوم بإجراءات عملية ربما يرضي المتظاهرين والمعتصمين أمام القيادة العامة. كل ما ذكر في مؤتمراتهم الصحفية وفي بياناتهم العسكرية للأسف لم يكن هنالك حالة واحدة عملية ربما نستطيع أن نقول عبرها أن المجلس العسكري جاد فيما يقوله. كل الذي جاء في بيانات المجلس العسكري وفي مؤتمرات الصحفية للمجلس العسكري هو عبارة عن كلام وليس فعل. نحن نريد فعل، وسئمنا من الكلام وسئمنا من الحوارات والنقاشات التي لا تجدي نفعا. نحن نريد أشياء عملية حتى نستطيع أن نمضي إلى الأمام في طريق الحوار والنقاش. إن كان المجلس العسكري جادا في تسليم السلطة لسلم السلطة وعادوا إلى سكناتهم. الجيش والعسكر مكانهم الطبيعي هو الحدود، هو حماية الوطن، وهو السكنات العسكرية وليس أروقة التفاوض وليس المؤتمرات الصحفية التي لا تجدي نفعا الآن. الآن وصلنا إلى طريق مسدود، إما أن يتم تسليم السلطة إلى حكومة مدنية في أقرب وقت ونمضي في الاتجاه الصحيح لنشل الدولة من هذا المعترك الخطير، وإما تصعيد الحراك الجماهيري حتى نستطيع أن نصل إلى حقوقنا كاملة غير منقوصة، الحقوق التي لن نستطيع حتى هذه اللحظة أن نحقق واحدا منها من مطالب الثورة الشعبية. إذن أنت برأيك بأن اعتصام القيادة العامة سيستمر طويلا؟
نعم الاعتصام سيستمر إلى ما لا نهاية، والمعتصمين هم يقولون ولسان حالهم يقول نحن باقون هنا في ميدان القيادة العامة إلى أن تتحقق مطالبنا. هذا ليس شعار وإنما ممارسة، تحول ميدان القيادة العامة لقوات الشعب المطلع إلى مزار يومي، إلى مكان للحوار والنقاش والترويح عن النفس. للأسف كل الذي يجري الآن داخل أروقة المجلس العسكري لم يكن في اهتمام المعتصمين والثوار أمام القيادة العامة، وهم الآن في يومهم الثاني في رمضان في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة في ساعات النهار إلى 45 درجة، هم باقون في الميدان وفطروا بالأمس في أول يوم في رمضان وصلوا صلاة التراويح أيضا، وبعد صلاة التراويح مباشرة حطفوا في وجه العسكر إنه يسقط البرهان ويسقط المجلس العسكري، إما حكومة مدنية وإما اعتصام أبدي أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. هذا لسان حال المعتصمين الآن في الميدان. فيما يتعلق سيد محمد بآخر التطورات التي حدثت في السودان، دعنا نشاهد وأنت أيضا تابع معنا التويتات والتغريدات التي رصدناها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كتبت بهذا الصدد. بداية تلك التغريدات من عثمان الريحاني والذي يقول في تلك التغريدة: بكرة نسمع قالوا حرة ونبقى أجمل شعب. كيف ترى تلك التغريدة سيد محمد؟ نعم، هذه دلالة واضحة على استمرار الاعتصام ونزول إلى الساحات والميادين وتوجيه الناس إلى البقاء في الميدان في أطول فترة زمنية حتى يتم استرداد الحقوق. الشعب السوداني شعب معلم، وهو شعب طواق للحرية وللديمقراطية وللانعتاق من براثن النظام السابق، فلذلك كل الوسائل السوشيال ميديا الآن تتحدث أن الشوارع لا تقوم وعلى المعتصمين هم الذين يمتلكون الشرعية والسيادة وليست السيادة في المجلس العسكري. هل الروح المعنوية لدى الشارع السوداني لا زالت مرتفعة؟ نعم، الروح المعنوية عالية جدا، هنالك برامج في الميدان، والميدان الآن أصبح المكان الوحيد المحرر في السودان، هو المكان الأجمل الآن في السودان الذي يأتي إليه المواكب من كل الأقاليم، من الشرق ومن الوسط ومن كردفان دارفور، وأصبح المكان الوحيد الذي التأم فيه شمل الشعب السوداني بعد 30 سنة من البطش ومن الضرب ومن التفرقة العنصرية. الآن النسيج الاجتماعي بدأ يلتحم من جديد بعد 30 سنة، للأسف تم محو كل الحقد والكراهية التي زرعه هذا النظام في ميدان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. الآن في الميدان كل رموز وشرائح المجتمع السوداني هم في مائدة إفطار واحد، أكثر 10,000 مواطن سوداني هم الآن يحتفون ولسان حالهم يقول يسقط المجلس العسكري وتبقى الدولة المدنية للشعب وليس للعسكر. فالآن المشهد السياسي والصورة الحية من أمام القيادة العامة بيوحي بأن هنالك اللحمة وأن ما تسبب به النظام طيلة 30 سنة تم محوه بامتياز في شهر ويوم الآن. فلذلك الآن السودانيين هم في مرحلة جديدة من مرحلة التلاحم والوحدة الاجتماعية والثقافية، والبرامج الكثيرة الآن في الميدان هي بتوحي وبتجبر المعتصمين أنهم يبقوا في الميدان لأطول فترة زمنية ممكنة. ولكن هناك تخوفات لدى كثير من المتابعين من أن يسيطر أصحاب أيديولوجية معينة على التظاهرات التي تحدث في الشوارع السودانية، فكيف ترى هذا الأمر سيد محمد؟ نعم، ربما هنالك تجاذبات من هنا ومن هناك من بعض الأحزاب السياسية ومن بعض أصحاب الأيديولوجيات والرؤى والأفكار التي ربما أفكار تقليدية جزء منها مستمد من النظام السابق، لكن كل هذه التجاذبات في المشهد السياسي سيتم تجاوزها الآن. كل المعتصمين الآن هم تحت راية تجمع المهنيين السودانيين وتحت راية إعلان حرية والتغيير. كل هذه التجاذبات صحيح ربما موجود في الساحة وفي بعض الأماكن في السودان، لكن لا تستطيع هذه الفئة القليلة التي تريد أن تفرض نفسها لا تستطيع أن تسيطر على المشهد، طالما أن الأعداد الكثيرة من المواطنين السودانيين
هم مصممون على أن الممثل الشرعي الوحيد هو تجمع المهنيين وإعلان الحرية والتقرير، فبالتالي كل الأجسام التي تظهر من هنا وهناك لن تستطيع أن تسيطر على المشهد الآن على الإطلاق. إذن بمعنى أصح، كيف ترى الدعوات التي تخرج من بعض القادة في تجمع المهنيين السودانيين والتي تنادي بإقصاء كل أبناء التيار الإسلامي من السلطة في السودان؟ لا، ليس صحيح. ليس هنالك إقصاء لأي مجموعة أو لأي فئة. إعلان الحرية والتقرير يشمل فيه القوى السياسية مختلفة، أحزاب، حركات مسلحة، منظمات مجتمع مدني وكل القوى الديمقراطية التي تؤمن بالتقرير. صحيح أن إعلان الحرية والتقرير رفض مشاركة فلول النظام، الحزب المؤتمر الوطني بالتحديد، الذي كان هو سببا في الأزمة المستفحلة الآن في السودان. لكن خلاف ذلك، كل القوى السياسية الآن تحت راية إعلان الحرية والتقرير، وهم صحيح هنالك بعض التجاذبات وبعض الاختلاف في الرؤى والمفاهيم وفي الأيديولوجيات، هذا شيء طبيعي. لا، هذا ليس اختلاف، وإنما تباين في وجهات النظر. إما المحك الأساسي هو الاتفاق على الأسودة أو على الخلاصة، خلاصة ما دار في إعلان الحرية والتقرير هو الأهم. صحيح أن هنالك بعض التجاذبات، لكن هذا لا يمكن أن يبقى على الهدف الرئيسي اللي هو ذهاب كل رموز النظام وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية. هنالك بعض الأجسام تريد أن تخبش في الوعي وتريد أن تحرك المياه الساكنة، لكن حيحات. والآن صوت الشارع كله يقول أنه لا بد من تسليم السلطة إلى القوى المدنية. جيد، دعنا أيضا نشاهد باقي التغريدات التي لدينا. سيد محمد، حساب يدعى أنا السودان نشر تحت هاشتاج اعتصام القيادة العامة صور للعديد من المتظاهرين الذين يجوبون الشوارع السودانية. كيف ترى هذا المشهد سيد محمد وتلك المظاهرات الحاشدة؟ نعم، الصورة الآن، الصور المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي السوشيال ميديا بيؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السودانيين هم شعب راقي وشعب يستطيع أن يصل إلى أهدافه بأقل الخسائر ويستطيع أن يكمل أهداف الثورة. والدليل على ذلك هذا التنظيم وهذا الترتيب وهذا الاتفاق الذي رأيناه في الميدان. أكثر من 10,000 يفطرون في مائدة واحد في شارع واحد، وهذا يدل على شيء، لما يدل على سلمية الثورة والمحافظة على الثورة والوصول حتى الوصول إلى الأهداف المرجوة. فبالتالي هذا الكم الهائل من المواطنين الذين هم الآن في ساحة القيادة العامة بهذا الترتيب وبهذا الاتفاق يدل أن هذا الشعب شعب واعي جدا ويعرف ماذا يريد وكيف يصل إلى ما يريد. هل مطلب الحرية والعدالة سيظلان أيضا هما في الواجهة وفي الصدارة لجميع المتظاهرين، أم أن المطالب ستتبدل وسنرى دعوات أيديولوجية من هنا ومن هناك؟ المطالب لن تتبدل على الإطلاق مهما طال الزمن أو قصر، لأن هذه المطالب هي المطالب التي رفعها الشهداء عبد العظيم والأستاذ أحمد القير. هذه نفس المطالب التي دعا بها الذين استشهدوا من أجل هذه المطالب، فبالتالي المطالب لن تتغير على الإطلاق. ربما هنالك بعض القوى السياسية تريد أن تفرض واقعا أيديولوجيا جديدا، لكن يظل شعار حرية سلام وعدالة ثورة قيار الشعب هم الشعار الأوحد والذي أفره نستطيع أن نكمل أهداف الثورة. فبالتالي الأهداف الواضحة والنبيلة لا يمكن تغييرها ولا يمكن التراجع عنها على الإطلاق. نظام عبد الفتاح السيسي يبدو أنه يبدي دعما كبيرا للمجلس العسكري الانتقالي، فكيف تابعت هذا الأمر سيد محمد؟ نعم، للأسف ما زال الأيادي الخارجية تمتد إلى السودان، ونحن حذرنا وما زلنا نحذر القوى التي تسيل لعابها على موارد الدولة، سواء كانت مصر ولا السعودية ولا الإمارات ولا كل قوة خارجية تريد أن يبقى المجلس العسكري كما هو الحال الآن لكي يعيد تمكين النظام السابق ليستمر مصالحهم الاستراتيجية في السودان. نحن حذرناهم ونحذرهم للمرة المليون أن أي تدخل في الشأن الداخلي في السودان هو بمثابة الأحمر. اليوم للأسف الشديد أرسلت مصر
مؤن وأرسلت مواد تموينية. للأسف نحن الشعب السوداني لم نطلب أي مؤن أو أي مساعدات من أي دولة من مصر ولا غيره. فلذلك على الحكومة المصرية أن تحتفظ بموادها وأن تحتفظ بمؤنها. نحن قادرين على أن نحقق أهداف الثورة من غير أن نمد يدنا إلى أي دولة خارجية سواء كانت جارة ولا غير جارة. نحن لم نطلب مساعدات من مصر، فبالتالي على الحكومة المصرية وعلى السياسة يجب أن لا تلعبوا بالنار، يجب أن لا تتدخلوا بالشؤون الداخلية للشعب السوداني. نحن خرجنا من أجل الكرامة وليس من أجل الحباب وليس من أجل الفوز والتجيش. فبالتالي الذي بدر الآن الحكومة المصرية هو استفزاز للشعب السوداني. للأسف السياسة ما زال يستفز مشاعر السودانيين وما زال يستفز المعتصمين اللي هم الآن في ميدان القيادة العام فالقوات الشعب المسلحة، يرسل لهم القبض والدقيق. وللأسف نحن لسنا خرجنا من أجل القبض والدقيق، وإنما خرجنا من أجل ثورة الكرامة ورد الاعتبار ورد الحقوق التي سلبها عمر البشير طيلة 30 سنة. فبالتالي على الدول الصامحة بالتدخل في الشأن السوداني يجب أن تكفوا عن هذا التدخل الصابر، ونحن قادرين أن نصل إلى أهداف الثورة من خير أن يمدنا أي دولة جارة يده الآن. نعم سيد محمد، كان هناك هتاف قوي ومدوي في جميع المدن السودانية يقول يا سيسي حشري خليك في الكشري، كيف تابعت هذا الهتاف؟ نعم هذا الهتاف يؤكد تماما أننا لسنا في حاجة إلى مساعدة من أحد. نحن قادرين أن نحقق أهداف الثورة من خير تدخل الدول الأخرى. نحن لم نمد يدنا إلى أي دولة ولم نطلب مساعدة من أي دولة. خرج السودانيون وحتفوا أمام السفارة المصرية في الخرطوم وقالوا يا سيسي أنت حل مشاكلك الداخلية ونحن قادرين أن نحل قضايانا بأنفسنا. فلذلك على السيسي أن يعلم الآن أننا لسنا في حاجة إلى دعوماته ولسنا في حاجة إلى حباته ولسنا في حاجة إلى أن يتدخل في شؤوننا الداخلية، وليس مصر فحسب وإنما كل الدول التي الآن تسيل لعابها على موارد السودان وتريد أن تستمر مصالحها الاستراتيجية الطويلة المدى والقريبة المدى. فبالتالي على أي دولة الآن تفكر مجرد تفكير في الدخول إلى هذا المعترك الداخلي الشأن السوداني فنحن نحذركم أن لا تلعبوا بالنار الآن. نعم، إذن برأيك هل النظام المصري يعبر عن الشعب المصري أم أن هناك فرق كبير بين الشعب والنظام وبين العلاقات بين كل من الشعب المصري والسوداني؟ في أقل من دقيقة لو تجاوبني سيد محمد. نعم شكرا لهذا السؤال. نحن في تقديرنا أن الشعب المصري هم شعب شقيق ونحن لدينا علاقات استراتيجية مع الشعب المصري ونحن نحب الشعب المصري، لكن كل الذي يدور الآن هو من الحكومة من السياسة الذي لا يمثل صوت الأغلبية في دولة مصر. نحن نقدر ونحترم الشعب المصري وهم أشقاءنا، هم الآن يقفون مع ثورة الشعب وهم يدعمون ثورة الشعب يريدون أن تتحقق مطالب الشعب، لكن للأسف هذا السيسي وحكومته هم الذين يريدون تمكين النظام العسكري والمجلس العسكري الآن لتستمر مصالحهم. فلذلك نحن لسنا في خلاف مع الشعب المصري، نقدر الشعب المصري ونحترمه لكن نرفض تدخل السيسي في الشؤون السودانية. نعم شكرا سيد محمد، أشكرك شكرا جزيلا على كل تلك الإيضاحات التي أوضحتها لنا في حلقة اليوم من برنامج رأيي. كما أشكركم أيضا أحبائي المشاهدين على حسن متابعتكم لنا، ونراكم بإذن الرحمن غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.